مساءكم سعيد مشاهدينا. نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط، تتابعونا في بدايتها كالعادة أبرز العناوين. توفد عدد كبير من الشباب إلى مراكز التلقيح للاستفادة من الجرعة الأولى بعد توسيع دائرة الفئة العمرية المستهدفة بالتلقيح إلى 18 سنة فما فوق. جواز التلقيح شهادة رسمية تمكن صاحبها من التنقل دون حاجة إلى وثيقة إضافية. الحصول على هذه الوثيقة يتم عبر الإنترنت ويمكن تحمله وطبعه بكل سهولة. في ظل الأزمة المرتبطة بكوفيد 19 التقيد بالإجراءات الاحترازية أمر ضروري للحيلولة دون انتشار واسع للوباء، خاصة في الأماكن السياحية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين. الجهود متواصلة على مستوى إقليم شفشاون الإخمادي، ما تبقى من حرائق الغابات في ظل مناخ يتسم بارتفاع درجة الحرارة وقوة. أهلا بكم. بداية، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله برقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة المرحوم الدكتور عمر بوستر رئيس الأسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. في جديد الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 9703 إصابات جديدة بكوفيد 19 و 7197 حالة شفاء و 103 وفيات خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة كذلك أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 16,961,675 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 12,341,745 شخصا. ويحضر معنا مشاهدينا في بلاتو الأخبار السيد عبد الحكيم يحيان الدكتور مدير مديرية السكنة بوزارة الصحة ومنسق عملية التطعيم. مساء الخير سيد يحيان. شكرا على الاستفادة. شكرا، أهلا بك. إذن وزارة الصحة عبرت مؤخرا عن قلقها البالغ من ارتفاع عدد حالة الإصابة بكوفيد 19 وأيضا عدد الوفيات المرتبطة بذلك على مدى الأسبوعين الماضيين. هل هناك من أمل يبدو في الأفق للخروج من كابوس الانتكاسة الوبائية التي بات يخيم على الحالة الوبائية ببلادنا؟ نعم، الأخت رحم الله الذين توفوا وشفى الله المرضى. هناك أمل، أمل هو التطعيم أو التلقيح، لأنه اليوم الأرقام تثبت علميا أنه الناس اللي تقصوا بكوفيد خطاوا المراحل ديال الخطر وكانت الإصابات ديالهم قليلة. الناس اللي كاينين دابا في أقسام الإنعاش أو في حالة حرجة فهم ناس ما خداوش التلقيح ديالهم وبالتالي عرضوا نفسهم لهذا الخطر ديال 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 الإماتة وديال الاستشفاء في 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 الريانيماسيون. إذن الأمل كاين، هو تلقيح. وتنادي ودابا كما سبق ان قلتي سابقا انه الفئه العمريه دابا من 18 سنه الى الفوق، جميع المواطنين هم خصهم يجيو يتلقحوا باش يحيدوا هذه المخاطر وبالتالي حتى الاصابه عدد ديال الاصابه يخف ونهرسوا هذيك السلسله اللي تمشي بها تتنقل بها الفيروس. طيب، غدا نواصل معك دكتور وسننضم مشاهدينا اللحظة أو سنواصل نظر بيضاء حيث سينضم إلينا مباشرة من هناك البروفيسور سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19. بروفيسور متوكل مساء الخير. إذا ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد قادرة على مقاومة اللقاحات المعتمدة، هل هذا الأمر وارد؟ هو مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للقاحات الآن اللي موجودة في المغرب تبقى فعالة على الصعيد المتحورات الموجودة، والآن اللي كنعرفوا أن ما هو طاغي الآن في إبان هذه الموجة الجديدة في المغرب هو المتحور دلتا، وهذا المتحور دلتا تبقى اللقاحات فعالة وهي فعالة بدرجة كبيرة، لأن اللقاح كيساعد على
الحد من انتشار هذا المتحور دلتا، وكذلك يساعد كذلك المرضى او الناس الملقحين بالاحرى الى ما غاديش يتقاسوا، ولا تقاسوا كتكون الاصابه ديالهم خفيفه، وكيكون المآل ديالهم في الغالب كيسترجعوا القوى ديالهم بعد فتره وجيزه، وكاين القله اللي كتقدر تدخل المراكز الاستشفاء بالعنايه المركزه او بمصالح الانعاش، والاماته كتكون ولكن كتكون قليله. نعم، طيب على ضوء هذه المعلومات ما هي اهميه تسريع عمليه التلقيح؟ هو تسريع عملية التلقيح يبقى مبتغى ومبتغى وهدف كبير للمغرب، لأن كنعرفوا لما كنسرعوا عملية التلقيح وغادي لما يوصل واحد الجدار الذي يفوق 50% أو أكثر، غادي يبقى انتشار، غادي نحدوا من انتشار ديال المتحورات وديال الفيروس، وغادي نحميو الناس وخصوصا الناس اللي عندهم واحد الهشاشه مناعيه. هاد الناس اللي عندهم هشاشه مناعيه اما عندهم السمنه او مرض السكري او ارتفاع ضغط، وكذلك ما لاحظناه في الدراسات التي نشرت الان. نعم. ما جرى في دول كبريطانيا او اسرائيل، شفنا ان الحالات الاصابه كانت ليست بالشراسه اللي كانت، وليس والاماته كانت ضعيفه وضعيفه جدا. واذا قارنا بالدول اللي كتعرف واحد الوتيره قليله ديال اللقاحات ديال التلقيح والتطعيم، هنا كنلقاو ان الاصابات كثيره جدا، وكذلك الاماته كبيره، والاستشفاء في مصالح الانعاش والعنايه المركزه كبير جدا. طيب بروفيسور تفضل بالبقاء معنا، ساعود اليك بعد لحظات. ومشاهدينا، بعد توسيع دائره الفئه العمريه المستهدفه بالتلقيح الى 18 سنه فما فوق، عفوا، تشهد مراكز التلقيح منذ يوم الاثنين الماضي توافدا مهما لهذه الفئه التي تتكون غالبيتها من الطلبه والتلاميذ. من الدار البيضاء بشايب عماري ومصطفى وده. إقبال كبير شهدته مراكز التلقيح من طرف طلبة ومتدربي التكوين المهني لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، استجابة منهم لإجراء توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كوفيد-19 من أجل ضمان دخول جامعي وتكويني في ظروف آمنة للجميع. اليوم جيت باش ندير التلقيح لا بروميير دوز، بحال كاع الطلبه اللي خصهم يجيو باش على قبل كورونا، باش نحدوا من هذا الوباء، وباش اننا نقراو حضوري بعكس العام اللي فات اللي قرينا عن بعد، وان شاء الله يرفع علينا الله هذا الوباء. كجميع الطلبه سمعت بلا كل شيء خصو يدير التلقيح ديالو، الوغ اوتون ك ايتوديون على ليكول سوبيريور دو تكنولوجي اون دوزيام اني جيني انفورماتيك، جي ديسيدي دو فينير ايسي باش نتلقح بحال جميع الناس، باش يدوز موسم دراسي زوين وبلا خوف من اللي علينا، لا من ناحيه والدينا لا من ناحيه من الاساتذه. انا طالبه في التكوين المهني، ملي سمعت النداء ديال التلقيح جيت باش نلقح، باش نحميو راسنا ونحميو البلاد ديالنا، باش الموسم الدراسي ان شاء الله يدوز سالم ويدوز بخير. ومن أجل تسريع عملية التلقيح الخاصة بهذه الفئة، فمراكز التلقيح مفتوحة في وجه جميع الشباب طيلة أيام الأسبوع دون الأخذ بعين الاعتبار مقر السكن. ديرنيير مون فاش فتحنا هاد لاج ديال لي زيتيديون مع الإقبال ديال الدخول المدرسي نورمالمون، وسيرتو اليوم راه شاهدنا باللي بدا كاين الإقبال ديالهم، يعني كاين ولوج وكاين واحد العمل اللي مستمر من لاندي ديمونش، واي واحد يقدر يجي يتلقى هنا لادريس، يعني ما بقاتش شرط. توسيع دائرة المستفيدين من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 إجراء من شأنه التعجيل باكتساب مناعة جماعية ضد الوباء، خصوصا في ظل الارتفاع المتزايد لعدد الإصابة بالفيروس كل يوم. وفي إطار مواصلة التدابير والإجراءات الهادفة إلى التصدي لوباء كورونا، اعتمدت بلادنا جوازا للتلقيح يحصل عليه الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح. هذا الجواز يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات. نادية المدن وعبد الإله الشاب.
جواز التلقيح أضحى ضروريا للأشخاص الملقحين بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد 19، جواز بات ممكنا تحميله اعتبارا من 7 يونيو الماضي عبر الموقع الإلكتروني لقاح كورونا، وأحدث وفقا لتوصيات اللجنة العلمية. وثيقة رسمية آمنة معترف بها من لدن السلطات تسمح لحاملها بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود. الحقنة الثانية درتها في الاخر ديال شهر 6، دونك الاستعمالات ديالو هو انه في التنقل ما بين المدن تيطلبوه لك، من تتلقى السلطات ولا شي حاجة تيطلبوه لك في الدخلة ديال اي مدينة بغيتي. مثلا تلقات واحد جوج مدن طلبوه ليا في الدخلة، تتوريهم له اما في التليفون ولا ديك الساعة ما كانش عندي باقي ما تيريتوش، تنوري لهم في التليفون، من بعد درته في لاكارت. في اي وضع اننا نطلبوا رخصة إدارية، دونك كنستعملوا جواز التلقيح ضد كورونا باش اننا نتنقلوا بكل حريه، واللي ممكن من خلال هذا الجواز في مستقبل الايام انه يرجع، يعني هو على اساسه ان ممكن تولج للادارات العموميه ولا الخدمات ديال اللي كتقدم باش يسمح لي بالتنقل في التنقل، يعني كولوج الفضاءات عموميه بصفه عامه، الفضاءات العامه ولوج، يعني ولوج سلس. الجواز يحتوي على رمز الاستجابة السريعة، ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، وفي شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي. كاين واحد الإقبال كبير على هذا الجواز ديال التلقيح، وكتختلف الإقبال كيختلف على حسب الكثافة السكانية اللي كاينة في كل مدينة وفي كل حي. يعني بالنسبة للأحياء الشعبية كتكون يعني كثافة كبيرة، بالنسبة للأحياء اللي كتكون فيها قليل الناس مرة تكون الإقبال عليها شوية قليل. إجراء من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة التلقيح وتشجيع المواطنين وخاصة فئة الشباب على الإقبال على عملية التطعيم من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن. إجراء يفرض كذلك الاستمرار في الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. ونرجع لك دكتور يحيى، إذن الظرفية الوبائية اللي كنعيشوا اليوم هي صعيبة شي شوية، تقريبا جل المؤشرات هي في الأحمر، وهذه الوضعية كتحتم علينا زيادة الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية وأيضا تسريع عملية التلقيح. جواز التلقيح هذا الوثيقة شنو كتقدم للحامل ديالها؟ نعم، جواز التلقيح هو وثيقة رسمية أمينة ومعترف بها، إما رقمية كما جاء في الروبورتاج أو ورقية تطبع تحمل وتطبع. الجواز يعتمد معرف فريد. شنو هذا المعرف فريد من نوعه؟ هو لو كود اونيك، هو تسمى لو كود كيو ار، هو ذاك الكحل اللي كيمكننا نسكانيوه وتيعطينا كاع المعلومات على السن والجرعات وحتى نوع اللقاح. إذا كانت اللقاح تتطلب جرعة وحدة تيقولوا جرعة وحدة، إلى جوج تيقولوا راه جوج. وهذا هذا الشخص الحامل لهذا الجواز التلقيح راه يوافي الشروط وراه ملقح، لذلك لتأمين حركة المواطنين للولوج إلى الفضاءات العمومية، مسارح، الفنادق، السينما، النقل العمومي، جميع الفضاءات العمومية، وحتى الشباب اليوم في الجامعات المدرج راه تيكون مكتف. إذن هذا الجواز يمكن له تأمنه باش يتنقل إما داخل المدينة لولوج الفضاءات العمومية ولا ما بين المدن، وهو تيقول بأنه هذا المواطن هذا راه حامي راسه وراه تيحمي الجماعة والناس اللي دايرين به، وهو معترف به وطنيا، ويمكن له التنقل في جميع جهات المملكة والمدن. وكيغني عن الوثائق الإدارية الأخرى؟ نعم، وكافي جواز اللقاح كافي باش يبين أنه حامله هو مؤمن. طيب غادي نواصل معك في هذا الإطار دكتور، وسنتابع مشاهدينا بجواز التلقيح الذي يعتبر شهادة رسمية كما ذكرنا تمكن صاحبها من التنقل دون حاجة إلى وثيقة إضافية. الحصول على هذه الوثيقة يتم عبر الإنترنت، ويمكن تحميله وطبعه بكل سهولة، ويبقى استصدار هذه الوثيقة ضروري للإدلاء به عند الحاجة. من الرباط روبورتاج في الموضوع لحنان أرسلان وفؤاد الحرش. جواز التلقيح وثيقة رسمية تمنح للأشخاص الذين خضعوا لجرعتي اللقاح ضد كورونا، هي استمرارية للتعبئة للتصدي لهذا الوباء وبلوغ المناعة الجماعية في ظل بروز متحور دلتا.
هذا الجواز التلقيحي ولا اللقاحي خصو يكون، علاش؟ لانه كيمكن بانه نقص من العدوى في الاماكن العامه. اذا مثلا كناخذ المثال ديال نيويورك، لانهم الان توصلوا بانه يستعملوا هذا الجواز اللقاحي اللي كيمكن بانه الاختلاط ما يكونش بين غير الملقحين الملقحين، لسبب بسيط هو انه العدوى تنتقل باسرع سرعه ما بين غير الملقحين، بينما الملقحين في حد ذاتهم واخا الدلتا باقي كينقل العدوى بيناتهم كيكون باقل الاخطر. الكوطي الاول لانه غيسمح لك اول حاجه بالديبلاسمون، وكنظن حتى القرايه دابا باش تقرا كلشي غيولي بالفاكسان، يعني جواز التلقيح هو واحد لا نيسيسيتي. جواز التلقيح مهم، لا بغيت تسافر ولا بغيت تمشي لشي اداره ولا هذا طلبوه لك تسيبوه عندك تحضير الاغراض ديالك. وكنطلب من جميع المواطنين يديروا الاحتياط ويمشيو يديروا التلقيح ديالهم ويمشيو ملي يكملوا يمشيو يحصلوا يطلبوا جواز التلقيح ديالهم باش يسافروا في اي مكان مشاو. وبتزايد وثيرة المستفيدين من اللقاح، كان ايضا الاقبال على استصدار هذه الوثيقة بالتوازي بالنظر لاهميتها حاليا ومستقبلا. انا من ضمن يعني المواطنين اللي استبدلنا التلقيح هذا مؤخرا، وجواز ديالي ها هو يعني امام سميتو ها هو يعني الحمد لله ها هو يعني استبدلت من التلقيح ديالي والحمد لله بخير وعلى خير. جواز التلقيح مهم كينفع، راك عارف دابا كنسافروا مع العطله مع داكشي ضروري كيطلبوا لك البوليس في الطريق. يحزنني كثيرا ان نتحدث عليها، ان غالبيه الوفيات داخل الانعاش هم اشخاص غير ملقحين اللي عندهم واحد الامراض مزمنه واحد السن معينه. اذا حنا كنتمناو بان هاد الناس هادو يلتحقوا بالركب، ولا سيما ملي كنشوفوا الشباب وكثير من الشباب يلقحون كنتمناو هاد الاشخاص هادو اللي كانوا مترددين. الان كاين الامكانيه والحمد لله اللي وفرت الدوله، هي ان لقاحات كثيره موجوده متنوعه من مصادر متعدده. جواز التلقيح وثيقة يدلى بها عند الحاجة، هو أيضا شهادة خراط في حملة وطنية للتلقيح سعيا لتحقيق المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا. وواصل معك بروفيسور متوكل عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19، أنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. إذن كل ما تقدمه وثيقة جواز اللقاح إلى أي حد سيحث الفئات التي لم تتلقى بعد اللقاح على الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن؟ وهو كما جاء في الروبورتاج وكلمة كذلك السيد المدير وكذلك ما قاله الأستاذ إبراهيمي، هو هذا الجواز غادي يشجعنا ويشجع الكثيرين على التلقيح. وهذا الجواز أصبح مطلوبا إما للتجول أو للولوج مؤسسات، ومن حق أي مؤسسة أن تطلب جوازا للتلقيح إما في الجامعات أو في بعض المؤسسات الإدارية أو الخاصة أو العامة. هذا الجواز هو سيسري بعملية التلقيح، لأن الآن نحن في حالة وباء عام على الصعيد الدولي وكذلك على المغرب، والأثار ديالو على الصحة وعلى الاجتماع على الحالة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. ويبقى اللقاح هو الدواء والأمثل لكبح جماح هذه الجائحة. هذا من جهة. أصبحنا نرى في جميع الدول رغم النقاش الذي يثيره أن جميع الدول أصبحت الآن تتبنى هذا الجواز، لما التنقل داخل الوطن أو في الولوج إلى المؤسسات أو السفر إلى الخارج، وكاين اعتماد اللقاحات حسب الدول. هاد الآن ما أظهرته التجارب وكذلك الدراسات أن جميع اللقاحات آمنة وليست لها أضرار. ما خصناش نبقاو نشكو وخصنا نتلقحوا، وخصوصا الشباب واليافعين. الآن كنشوفوا هذا المتحور دلتا أنه يضرب الشباب ويضرب اليافعين وكذلك الأطفال الصغار. ولكي نستعيد حياة طبيعية أو شبه طبيعية يجب التلقيح، ومع التلقيح ولو كان عندنا جواز للتلقيح يجب كذلك الحفاظ على
الوسائل الاحترازية وإن نعم. كنا ملقحين من تباعد جسدي وضع الكبابة وغسل اليدين. واضح جدا بروفيسور سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء. وقبل مواصلة الحديث مشاهدين عن أهمية جواز التلقيح، نتابع التوضيحات التالية للبروفيسور نبيل تشفوتي أستاذ التعليم العالي في علم الأوبئة بكلية الطب والصيدلة بفاس. التلقيح ضد جائحة كوفيد 19 اللي كتوفر المنظومة الصحية ديال المملكة المغربية هو أهم وسيلة وقائية اللي غادي تمكننا من التحكم في انتشار ديال هذا الداء ومن تحقيق المناعة الجماعية، وهي اللي غادي تمكننا من العودة تدريجية للحياة الطبيعية. إذن هذه وسيلة وقائية ضرورية. تلقيح ضد جائحة كوفيد 19 كيعني جميع الشرائح العمرية، المسنين، الشبان، النساء، يعني جميع الشرائح فهي معنية بهذه العملية الوقائية. بالنسبة للناس اللي مازال ما تمكنوش أنهم يستفدوا من هذه العملية فهم مدعوون يعني للتلقيح في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن المراكز ديال التلقيح اللي متواجدة في مختلف المناطق ما كتشترطش يعني الشرط ديال الإقامة. جواز التلقيح هو وثيقة رسمية اللي كتبين على أن الشخص اللي كيحملها هو يعني تلقى تلقيح ديالو ضد داء كوفيد 19. يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وكتمكن الاهميه ديالها هي انها كتمكن الحامل ديالها انه يعني من التنقل ومن ولوج لبعض الفضاءات طبقا للضوابط القانونيه اللي كتاثر تدبير ديال جائحه كوفيد 19. لهذا فكنهيبوا جميع المواطنين الشبان او المسنين النساء الرجال اللي مازال ما تلقحوش انهم يتوجهوا الاقرب مركز ديال التلقيح من اجل الاستفاده من هذه العمليه الوقائيه المهمه جدا، واللي هي اللي تمكننا من العوده التدريجيه للحياه الطبيعيه والتحكم في الداء ان شاء الله. نواصل حديثنا مع دكتور يحيان، نرجع لك مرة أخرى. إذن هناك مجموعة من المآسي كنعيشوها يوميا، كنشوفوا شباب يافعين في مقتبل العمر كيولجوا الإنعاش والعناية المركزة، كان بإمكانهم يتفادوا هذا الشيء لو أخذوا الجرعات ديالهم اللقاح. الأكيد أن جرعات اللقاح ما كتحميش 100%، ولكن على الأقل ما كتوصلش الإنسان للعناية المركزة والإنعاش، وبالتالي في التلقيح ولا واجب وطني ومواطنتي ومسألة حفظ للصحة العامة. كيفاش كتشوف هذه الامور؟ هو فعلا كما جاء في الروبورتاجات وكما ذكرت قبيله، علميا ثبت ان التلقيح تيحمي الشخص من المضاعفات الخطيره ديال هذا الداء كوفيد 19. وإلا شفنا دابا اقسام الانعاش واستحضرنا من المحزن كنستحضروا ارقام الاماته والناس اللي في العنايه المركزه، هذا محزن. ولكن الأغلبية ما خداوش التلقيح، أغلبية كان عندهم مرض، دونك المضاعفات ديال هذا الداء كبيرة ثقيلة على الصحة ديالهم. وتنطلبوا دابا اليوم وزارة الصحة حيدت جميع تقريبا جميع الموانع وجميع الحواجز باش نوصلوا نمشيو نتلقحوا. راه كاين لي فاكسينودروم تيخدموا حتى الليل 7 أيام على 7. الطب العسكري حتى هو مشارك في هذه الحملة الوطنية. كلشي كاين، كلشي موجود. الفئة العمرية تحلات، الدولة بدلات مجهود كبير، وفرات اللقاح. إذن خصنا نخرطوا أعذار باش الواحد ما يمشيش يتلقح. كنتي قلتيها الأخت، هذا واجب وطني ومواطنتي. باش نمشيو مع شنو كتكتب الإذاعة الوطنية تنقولوا حمي نفسي نحمي بلادي، إذن خصنا نطبقوها على راسنا. نعم. في الشعار ديال كورونا نحمي نفسي نحمي بلادي بواحد السلوك مواطنتي، وراه نتفاداو باش أي واحد فينا ما ملقحش، راه المضاعفات ديال هذا الداء هذا وخيمه على الصحه ديالنا. وصل الوقت يمكن باش نتجاوزوا هذه المرحله، وصل الوقت فين نمشيو ناديو هذا الواجب. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا. دكتور عبد الحكيم يحيان مدير مديريه السكنه وزاره الصحه ومنسق عمليه التطعيم، شكرا لك. مرحبا.
ودوليا مشاهدينا، دانت منظمة الصحة العالمية اليوم اندفاع الدول الغنية نحو توفير جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد في وقت لم يتلقى الملايين حول العالم جرعة أولى بعد. يحدث ذلك تزامنا مع اتجاه دول نحو فرض إلزامية التلقيح مع تسارع انتقال المتحور دلتا. أبدو بالكارتي. انتشار المتحور دلتا بشكل سريع دفع بالعديد من دول العالم إلى فرض التطعيم الإجباري على جميع الأشخاص أو على فئات معينة من السكان. ففي أستراليا أعلنت شركة الطيران كوانتاس أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيصبح إلزاميا لجميع موظفيها وأيضا المسافرين على رحلاتها الدولية. وإذا كانت بعض الدول كطاجكستان، تركمانستان والفاتيكان قد فرضت التطعيم على جميع من تزيد أعمارهم عن 18 سنة، فإن دولا أخرى كإيطاليا، المملكة المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة وفرنسا قد فرضته على العاملين في القطاع الصحي أو على الموظفين في القطاعين العام والخاص. وبخصوص الإصابات، سجلت الولايات المتحدة أزيد من 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا، خاصة في الولايات التي تشهد معدلات تلقيح منخفضة. إدارة الرئيس الأمريكي وإزاء هذا الوضع تعتزم تمديد إلزام المسافرين بارتداء الكمامات على الطائرات والقطارات والحافلات وفي المطارات ومحطات القطارات حتى منتصف يناير المقبل. وصرحت السلطات الصحية الأمريكية أن المواطنين الذين تلقوا لقاحا من شركتي فايزر وموديرنا سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معززة بعد 8 أشهر من الجرعة الثانية اعتبارا من 20 شتنبر المقبل. وطنيا وحرصا منها على المساهمة بفعالية في زخم التعبئة للتحسيس بمخاطر تفشي الوباء، لا سيما مواجهة حالة التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، السلطات المحلية والأمنية بالسعيدية قامت بحملة تحسيسية في صفوف المصطفين، نتابع جانبا منها مع محمد بلاوي ورشيد العتبي. شاطئ السعيدية روي الجوهرة والزرقاء قبلة عشاق البحر، هنا الملتقى من أمكنة مختلفة يتوافدون لقضاء عطلتهم الصيفية. المصطفون هل هم واعون بالتقيد بالتدابير الصحية التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ومواجهة حالة التراخي التي لوحظت مؤخرا لدى بعض المواطنين؟ ما عرفناش السبب الأساسي لاش المواطنين ما كيلتزموش بالتدابير، ولكن هذا الشيء ماشي في المصلحة العامة، ماشي فقط المواطن ما كيديرش البافيت، هو كيدير الجميع، ما كيديرش فقط راسو. ونتمنى من الناس اللي باقي ما وصلوش للوعي الكامل بأهمية احترام هاد التدابير انهم يحسوا بالخطورة ديال الوضع ويلتزموا بهاد التدابير الوقائية. ضروري من ارتداء الكمامة ونديروا الوقاية ديالنا، لحقاش فيروس كورونا راه زايد وكيتزاد وكاين دي فيروس جداد اللي كاينين، يعني ضروري من الواحد يدير الاحتياطات. السلطات والمحلية والأمنية حرصت من خلال هذه الحملة التحسيسية على تبليغ رسالة أساسية تدعو للالتزام باحترام التدابير الوقائية المعمول بها لعكس الاتجاه التصاعدي لحالة الإصابة المسجلة مؤخرا. ابتداء ديال البافيت راه ما كيحميكش غير نتايا، كيخليك كيحمي كاع الناس اللي كتلقاهم، لا في الوسائل التنقل، لا في الوسائل التنقل ولا في التجمعات ولا في المقاهي ولا في اي حاجه، كيخلي واحد الحمايه تكون جماعيه. الكمامه هي تسمى الاحتفاظ على الانسان باش ما الانسان ما يعاد ياخذ اخر وهو ما يعاد راسه. الاستمتاع بالعطلة الصيفية وبأجواء الشاطئ لا ينبغي أن ينسينا مساهمتنا في المعركة الجماعية ضد فيروس كورونا من خلال الالتزام باحترام التدابير الوقائية المأمول بها. توفيت اليوم الحقوقية سمية العمراني رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب وخبيرة مستقلة باللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعضو سابقا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك جراء مضاعفات فيروس كورونا. غادرتنا سمية العمراني تاركة وراءها رصيدا حافلا من العطاء في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وقد نعت العديد من الهيئات الحقوقية بالمغرب المرحومة سمية العمراني وأشادت بما قامت به من أدوار طلائعية في المجال الحقوقي. رحم الله الفقيدة وألهم ذويها الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون.
بعد 5 أيام من العمل الدؤوب والمتواصل، تمكنت المصالح المعنية من السيطرة على الحريق المهول الذي اندلع بغابة جبل سجنة بإقليم شفشاون. الحريق التهم حوالي 1100 هكتار من الغطاء الغابوي دون أن يخلف خسائر في الأرواح. نرصد لتطور الوضع هناك في ربورتاج وفاء اليعقوبي وعبد العلي كنوني. الحرارة المفرطة التي يشهدها إقليم شفشاون إضافة إلى عوامل طبيعية أخرى أجلت عملية الإخماد وسط جهود مكثفة تبذلها كافة المصالح المعنية بغية السيطرة على ألسنة اللهب سريعة الانتشار. هناك عوامل رئيسية صعبت من عملية الإخماد وساهمت بسرعة في انتشاره وتتجلى خصوصا في موجة الحرارة التي عرفها إقليم الشاون مؤخرا، وكذلك الرياح القوية وخصوصا في الفترة المسائية ووعورة المسالك. ومنذ انطلاق هذه العملية يعني عملية الإخماد، التعزيزات مستمرة سواء على المستوى البشري أو المستوى اللوجستيكي، وخصوصا الآليات الثقيلة التي مكنت من فتح بعض المسالك التي سهلت المأمورية لفرق التدخل للوصول لبؤر الحريق. النيران أتت على ما يفوق 1000 هكتار أغلبها نباتات ثانوية مع عدم تسجيل خسائر في الأرواح. نشكر الناس ديال السلطات اللي قايمة بهذا المجهود والساكنة بالخصوص اللي كاد من اللي ما كتنعس لا بالليل ولا بالنهار بكل المجهودات ديالها، لا بالطاقة ديالها ولا بجميع المعدات ديالها. عبر العالم همت الحرائق العديدة من المناطق كنتاج طبيعي لموجة الحر الحالية، لذا فتوخي الحيطة والحذر وتجنب السلوكيات التي من شأنها تأجيج هذه الحوادث هو سلاح لتجنب الأسوأ. وبالفعل النيران تلتهم 1000 الهكتارات في عدد من دول العالم بفعل الارتفاع الملاحظ في درجات الحرارة، فيما أنهكت عاصفة استوائية سكان هايتي المتضررين قبل ذلك من زلزال قوي قتل المئات ودمر المنازل والممتلكات. وقد تميزت العاصفة بهطول أمطار متواصلة ورياح قوية زادت الأمر تعقيداً. في تطورات الشأن الأفغاني، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم أن وزراء خارجية الناتو سيعقدون اجتماعا بعد غد من أجل مناقشة الوضع في أفغانستان بهدف الحفاظ على تنسيق وثيق ومناقشة نهج موحد بشأن هذا البلد بعد استيلاء طالبان على السلطة. يحدث ذلك في وقت تتواصل فيه عملية الإجلاء التي وعدت طالبان أنها ستمر بشكل آمن. ضمن مواكبتنا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، فقرة إضاءات تضيء الليل على عملية التصويت وكيف تتم، لنتابع. شنو هو جديد عملية التصويت؟ فيما يتعلق باحتساب أو توزيع مقاعد الجامعات الترابية إلجيا التي تعتبر وتتبوأ مركز الصدارة، هي الأولى في ترتيب الجامعات الترابية بالمغرب، فالمسألة ترتبط كذلك بالكثافة السكانية. عندما يتعلق الأمر بطبيعة الحال 500,000 نسمة فالأمر يتعلق بالاقتراع الفردي، في حين أنه يحتسب على هذا الأساس ويوزع على هذا الأساس، وفي ذلك كذلك إشارة أخرى على الجزء الثاني المرتبط بأكثر من 500,000 نسمة والذي يعتمد على الاقتراع اللائحي. إذن هذه الأمور بطبيعة الحال تتم بمقترح لوزير الداخلية
كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي من أجل أن تتم هذه العملية في احترام تام ومتناغم لما هو متضمن في هذا بطبيعة الحال الوثيقة التنظيمية أو القانون التنظيمي، وكذلك تنزيل المبادئ الأساسية الناظمة لتدبير هذه العملية الانتخابية على مستوى الجهات باعتبارها تحتل المرتبة الأولى في مركز الصدارة فيما يتعلق بالجماعات الترابية بالمغرب. العديد من الطموحات يعبر عنها الشباب ويرون في الاستحقاقات القادمة فرصة لتحقيقها، طموحات وانتظارات في عدة مجالات قاسمها المشترك النهوض بهذه الفئة المنتجة والتجاوب مع متطلباتها. عن انتظارات الشباب أقاليمنا الجنوبية نتابع ربورتاج بكرد ليمي ومحمد الداس من الدخلة. تقترب الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها في المملكة، وتطرح معها العديد من القضايا والانتظارات الخاصة بالشباب المغربي الذي يراهن على الخروج من العديد من المشاكل في الكثير مما يخص الشباب، خاصة رهانة التشغيل والإدماج الاجتماعي. نتمنى لأنه يكون إدماج الشباب في الشغل بإضافة إلى توفير البنية التحتية تكون على أحسن حال، وبالإضافة إلى جميع التطلعات اللي يبغوها الساكنة توفر من المستشفيات تكون جودة عالية. نرات إحنا كشباب بغينا بزاف الحوايج، مثلا شي واحد خرج من الدراسة يلقى فرصة فين يرجع، بغينا مثلا مدارس فين تعلم الصناعة، مثلا الحلاقة الخياطة. يعيش ساكنة العديد من جهات المملكة على إيقاع الاستعدادات لهذه المحطة الانتخابية المقررة في 8 شتنبر المقبل، وشباب هذه المناطق كله أمل في أن تؤدي الانتخابات القادمة إلى إفراز ممثلين ونواب لهم القدرة على التعاطي مع قضايا المواطنين والشباب بشكل خاص. بمجموعة من الأشياء اللي كتهدف لإدماج الشباب داخل سوق الشغل، الرقي بالجانب الثقافي، الجانب الاقتصادي والاجتماعي. الأكيد أهم ما الهاجس اللي كيشغل الشباب بطبيعة الحال هو الشغل. الشباب يعني ديما كيطالب التغيير نظرا للغيرة ديالو على الوطن وعلى المدينة ديالنا وعلى الجهة، خصوصا الانتخابات هذه يعني المقبله نتمنوا على انه يكونوا مترشحين في المستوى. ما هو واضح حتى اليوم هو ان الشباب ينتظرون الكثير من هذه الانتخابات املا في التغيير وتبديل واقعهم نحو الافضل والاحسن، ما يستجيب لانتظاراتهم في مجالات الصحه والتعليم والتشغيل وفي تكافؤ الفرص والمساواه امام القانون. اعتمد المغرب نظام الجهوية المتقدمة لتحقيق أهداف محددة قاسمها المشترك تنمية الإنسان والمجال. جهات درعا تفيلالت من بين الجهات 12 التي تتمتع بمؤهلات تتكامل فيها أو فيما بينها لتخلق فرصا واعدة للتنمية. عن تجربة 6 سنوات على رأس هذه الجهة يدور تقرير رشيد كن محمد تونينا. درعا تفيلالت جهة الواحات بامتياز، تراث ثقافي غني وموروث معماري أصيل وقيمة إيكولوجية مهمة، تنضاف إليها مؤهلات اقتصادية واعدة كالسياحة واستخراج المعادن. 6 سنوات من ورش الجهوية مكنت الجهة من إشراف رؤية تخطيطية استراتيجية للجهة حتى سنة 2040. تقريبا خصصنا حوالي 70% من الاعتمادات المرصودة لهذه الجهة لفك العزلة عن العالم القروي وسكنته، وقد تمكن بحمد الله من بناء حوالي 600 كيلومتر من الطرق فكت العزلة عن حوالي 100,000 نسمة. في نفس الإطار تمكننا من إعداد وإطلاق وتجهيز الدراسات لبناء حوالي 800 كيلومتر إضافية، وستمكن من تحقيق نسبة فك عزلة على مستوى التعاقد اللي عندنا مع الدولة اللي هو 300,000 نسمة. الخطة الاستراتيجية للجهة مستقبلا تنطلق من التطلعات المجتمعية لسكان الجهة وترتبط بأربعة محاور بيئية، اجتماعية، ترابية واقتصادية. كل هذا من خلال 55 مشروعا مهيكلا في 22 محور استراتيجي، ورغم ذلك فالجهة ما زالت لم تقل كلمتها، إذ أن مؤهلاتها الطبيعية وخاصة البشرية ما زالت تتوق الاستثمارات النوعية ترفع من القيمة الإنتاجية لموارد الجهة.
هي غنية من حيث الثروات المعدنية، من حيث السياحة، من حيث يعني جميع المؤهلات التي تجعلها جهة واعدة، لكن يجب أن تكون هناك أيضا برامج استثمارية واضحة المعالم والقسمات، ويجب أن تدفع في اتجاه بلورة تصور قوي وتصور متكامل ومنسجم. أعتقد اليوم وأن على أبواب الاستحقاقات ديال 2021 ب 28 ب 2021 علينا أن نعي وأن نستوعب هذه التجربة التي مررنا بها بجهة درعا تافيلات، وأن نكون في الموعد وأن نشارك بقوة وأن نختار من سيدبر هذه المرحلة. علينا أن نختار مرشحين الأكفاء والقادرون على تدبير هذه المرحلة مستقبلا. انتظارات ورهانات تنتظر ساكنة جهة درعا تافيلات من ولاية تدبيرية جديدة، قوامها المسؤولية والالتزام، يكون لها وقع مباشر على ظروف عيش ساكنة الجهة وتنميتها. ومواكبة منا الاستحقاقات، ثامن من شتنبر تحضر معنا ضيفة في استوديو الأولى سيدة خديجة الزياني، عضو مكتب سياسي لحزب الاتحاد الدستوري. مرحبا بك سيدة. شكرا سيدتي، مرحبا للقناة الأولى على هذه الاستضافة. أهلا بك. البداية ستكون بالمقاربات التي بنى عليها برنامجكم الانتخابي، ما هي؟ طبعا بكل روح من التفاؤل والمسؤولية والواقعية وخدمة للمصالح العليا للبلاد والمصلحة العامة، وخدمة كذلك لكل المواطنات والمواطنين، وتجاوبا مع طموحاتهم وكذلك انتظاراتهم، فإننا في حزب الاتحاد الدستوري أعددنا برنامجا انتخابيا للاستحقاقات المقبلة. طبعا هذا البرنامج استحضرنا فيه بكل وعي السياقات الدولية والتحديات الدولية والوطنية، كتحدي المناخ والتقلبات الجوية، وكذلك كتحدي الأمن المائي والأمن الغذائي، وكذلك تحدي المخاطر الوبائية والصحية. هذا البرنامج اتخذنا له كشعار المغرب الذي نريد. المغرب الذي نريد هو المغرب الذي يريده كل المغاربة، مغرب الفرص والمبادرات والتجديد، مغرب بدون ريع، مغرب التماسك والحماية الاجتماعية، مغرب الاستقرار والمواقف الحازمة، مغرب الإقلاع الاقتصادي والتنموي الشامل. طبعا نحن في هذا البرنامج كذلك اعتمدنا مقاربات مهمة وأولويات مهمة، أولويات التكوين والتأهيل الرأسمال البشري كمحاربة الأمية والأمية الرقمية لدى الجنسين. اليوم نعتبر في حزب الاتحاد الدستوري على أن العنصر البشري والرأسمال البشري هو يعني الصمام الأمان ديال التنمية بصفة عامة ببلادنا، وبالتالي فالاهتمام بالناشئة والاهتمام بالأطفال واعتماد التكوين يتجاوب والمتطلبات المهنية والصناعية والإنتاجية غادي يعطي قيمة مضافة لهذا التكوين، لهذا الناشئة هذه ولهذا الأطفال. كذلك تعميم التعليم الإلزامي وتعميم التعليم الأولي. احنا اليوم في البرلمان صوتنا على القانون الإطار 51-17 اللي هو الأسس المهمة ديال إعطاء أو إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية. اليوم اللي كنتكلموا على الأولويات البرنامج ديالنا كنقولوا بأن تعزيز الدور الإدماجي الاجتماعي والإدماجي للدولة في الحماية الاجتماعية، وكنعتبروا ثلاث خاصيات أساسية اللي هي الأسرة، فضاء الأسرة، فضاء التربية والتكوين والتعليم، ثم فضاء التشغيل، اللي هما ثلاثة الخاصيات كل واحد يصب في الآخر. وكنعتبروا على أن الأسرة اليوم هي في ينبغي أن تكون في قلب وفي صلب السياسات العمومية بتوفير ولوج ميسر للخدمات الصحية، وكذلك عدالة مجالية للبنيات الصحية، وكذلك الموارد البشرية. طيب سيدة الزياني، الأمين العام لحزبكم دعا قبل أيام إلى التركيز والتعبئة الجماعية من أجل بلوغ مراتب محترمة في نتائج الانتخابات المقبلة، وأعرب أيضا عن تفاؤله بالنسبة لهذه النتائج. هل الحزب مستعد لرفع هذا التحدي؟
أكيد طبعا كل مناضلي ومناضلات حزب الاتحاد الدستوري طبعا تحت إشراف السيد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري السيد محمد ساجد، المعروف عنه الهدوء دياله، المعروف عنه السمات دياله، المعروف عنه الصبر دياله. فنحن جد متفائلين على أننا سنترصد إن شاء الله نتائج جد مهمة خلال الاستحقاقات المقبلة. كنقولوا هذا الشيء وحنا مستخرين وحنا متأكدين لأننا اشتغلنا طيلة سنوات عدة، ليس اليوم وإنما مدة يعني أكثر من 10 سنوات منذ تولي سيد محمد ساجد قيادة الاتحاد الدستوري، وحنا نحن كنشتغل كبرلمانيين كهيئات موازية داخل الحزب، الهيئة الشباب ديال المرأة، كبرلمانيين كمنتخبين جماعيين وغيرها، اشتغلنا بسماتة. واليوم كنعتقد على أننا سنجني ثمار ما اشتغلنا عليه، وهذا كيخولنا على أننا نفتخر ونقولوا على أننا سنترصد إن شاء الله مراتب مهمة خلال الاستحقاقات المقبلة. طيب، من بين الأمور التي تنتقد بسببها الأحزاب السياسية هي مسألة التحالفات التي ربما لا تنبني على أساس الإيديولوجية السياسية والمرجعية الحزبية أو على أساس البرامج السياسية، بل نعطيك مثال، الانتخابات الغرف المهنية ظهرت مجموعة من التحالفات، هل هذه التحالفات تعكس نوعا ما طبيعة التحالفات السياسية الأساسية أم هي مجرد تحالفات ظرفية ربما لا تعكس الخريطة السياسية المقبلة؟ بكل صراحة أعتقد جازمة على أن انتخابات ديال الغرف المهنية لا يمكن أن نعتبرها مقياسا فيما يخص التحالفات المقبلة. لماذا؟ لإذا رجعنا إلى الوراء في انتخابات ديال الغرف المهنية ديال 2015 وكذلك الانتخابات التشريعية ديال 2016، فكنشوفوا النتائج اللي تحصلت عليها الأحزاب السياسية في الغرف المهنية بعد الأحزاب اللي حصلت على مقاعد اللي هي ناقصة، وبالتالي في الاستحقاقات المقبلة تصدرت الرتب، وبالتالي ما يمكنش نهائيا البتة نقيسوا على النتائج الغرف الاستحقاقية. فمن سيترصد سيتصدر عفوا النتائج الأولى، يمكن أن ذاك في الاستحقاقات ديال 8 شتنبير أن ذاك يمكن أن نقول مع من يمكن أن يتم التحالف، لأن هي المتحكم الأساسي، النتائج يوم 8 شتنبر هي تبقى المتحكم الأساسي في التحالفات المقبلة إن شاء الله. طيب، بالنسبة لملف التزكيات الانتخابية سيدة زياني، كيفاش دبروا الحزب خصوصا في ظل ما بات يعرف بالانتقالات أو الترحال السياسي؟ طبعا هذه ظاهرات عرفت يعني مؤخرا بواحد الكثرة. احنا داخل حزب الاتحاد الدستوري الحمد لله دبرنا هذه المرحلة بكل فعالية، بكل هدوء، بكل مصداقية، بكل وضوح مع كل مناضلي ومناضلات حزب الاتحاد الدستوري، حيث أنه داخل المكتب السياسي يعني تم التشاور على أن التزكيات ستتم على مستوى الجهات، لأن اليوم احنا نعتمد على أن الجهوية أو الجهات لها يعني المكانة الحقيقية في يعني التعامل مع هذه الملفات، بحيث أن المنسقين الجهويين اليوم أصبحت لهم المكانة الحقيقية باش أنهم يختروا المناضلين الحقيقيين ويختروا المرشحين الحقيقيين اللي يمكن أنهم يتصدروا المقعد أو أنهم يتحصلوا على المقعد. وبالتالي احنا ما كانش عندنا مشكل فيما يخص هذه التزكيات، وبالتالي حزب الاتحاد الدستوري يعني دبر هذه المرحلة بكل شفافية. فعلا كانت هناك، ما يمكنش اليوم نستثنيوا على أن هناك حزب من الأحزاب ما كانش عندهم مرحل منهم أو إليهم، كل الأحزاب كان يترحل من هنا ورجع عليه حزب آخر، ولكن هذا كان أعتقد على أنه أمر عادي، وبالتالي كتبقى النتائج هي اللي غتعطي الكلمة ديالها في آخر المطاف. وبالتالي غادي نقول على أن الحزب الاتحاد الدستوري استطاع بكل شفافية ووضوح أن يزكي المرشحين ديالهم الذين يستحقون هذه التزكية والذي لهم الأمل بأن يحصلوا على هذه المقاعد. بالنسبة للمرأة، واش غتنصف انتخابات 8 شتنبر المرأة المغربية؟ إذا تكلمنا عن المرأة والإنصاف ديالها فكنقول على أن الطريق ما زال شقا وطويلا وبعيد المنال، لأن نحن كنساء الأحزاب السياسية يعني نضلنا بقوة من أجل يعني أن تتبوأ المرأة المكانة التي تستحقها سواء داخل الأحزاب السياسية أو في مجالات أخرى. نضلنا وترفعنا طيلة مدة 5 سنوات من أجل الرفع من تمثيلية النساء سواء داخل المجالس الجماعية الترابية أو سواء داخل الغرفة التشريعية. وبالتالي التعديلات الأخيرة
أنصفت لحد ما، نحن غير راضيات كنساء، لأننا كنا السقف ديالنا كان عالي جدا، وكنا نطمح على أننا نصلوا المناصفة، وما زلنا سنناضل من أجل أن نصل إلى هذه المناصفة. بالتالي فالثلث على مستوى المجالس الجماعية لحد ما ربما، ولكن على حساب ان يعني تضاف انتخاب يعني المقاعد ديال الغرفه التشريعيه 30 مقعد من اللائحه الشباب، هذا حز في انفسنا كثيرا، خاصه اننا نعلم بان داخل قبه البرلمان كان صيت جيد للنساء البرلمانيات وكذلك للشباب اللي جاوا من اللائحه ديال الشباب وكذلك من لائحه اللوائح الوطنيه اللي اشتغلوا باستماته داخل قبه البرلمان، اللي كان التواجد ديالهم منير جدا، سواء داخل اللجان الدائمة، سواء داخل في الجلسات التشريعية الأسبوعية أو الشهرية. وبالتالي كنقول على أن النضال ما زال قائما، وأننا ما زلنا سنرفع من طموحاتنا ومن سقفها لكي نصل إلى المناصفة إن شاء الله. هذا لا يعني أننا نقول بأن المرأة هي الكل، وإنما نقول بأن المرأة دائما إلى جنب الرجل، يكملان بعضهما البعض من أجل المغرب الذي نريد. وهذا هو الشعار الذي اتخذه حزبنا حزب الاتحاد الدستوري، المغرب الذي نريد، والمغرب الذي يريده كل المغربة، مغرب الكرامة، مغرب الإنصاف، مغرب الفرص، مغرب الرفاه، مغرب الاستقرار والأمن. شكرا جزيلا لك سيدة خديجة زياني، عضو مكتب سياسي لحزب الاتحاد الدستوري، على مرورك معنا. شكرا لك أنت. شكرا. أهلا بك. هكذا مشاهدينا تنتهي نشرتنا، تذكير بأبرز محطاتها. توفد عدد كبير من الشباب على مراكز التلقيح للاستفادة من الجرعة الأولى بعد توسيع دائرة الفئة العمرية المستهدفة بالتلقيح إلى 18 سنة فما فوق. جواز التلقيح شهادة رسمية تمكن صاحبها من التنقل دون حاجة إلى وثيقة إضافية. الحصول على هذه الوثيقة يتم عبر الإنترنت ويمكن تحميله وطبعه بسهولة. في ظل الأزمة المرتبطة بكوفيد 19، التقيد بالإجراءات الاحترازية أمر ضروري للحيلولة دون انتشار واسع للوباء، خاصة في الأماكن السياحية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين. الجهود متواصلة على مستوى إقليم شفشاو لإخماد ما تبقى من حرائق الغابات في ظل مناخ يتسم بارتفاع درجة الحرارة وقوة الرياح. نهاية النشرة مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.